نسمعوا بصوت ضيفنا حارث، راح يقلد لنا بعض الاصوات للقراء. عندنا قائمه من المقرئين، راح نبداو بياسر الدوسري. قارئ المفضل هذا، رفقة ناصر القطامي، هذا قرائي المفضل. يلا. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. يا الله، ما هالمأكلة؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. نزيد صوت آخر، ناصر القطامي. أنا قارئ المفضل هذه. وما نظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. صدق الله العظيم. الله. علي جابر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. سعود الشريم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. آمين. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. أنت قلت بعض المقرئين فيهم أقربهم إلى قلبك أقربهم إلى قلبك بسبب قربهم من صوتك ولا بسبب آخر؟ الحقيقة هذا السؤال تمنيت تطرحوا لي. الحقيقة أنا القراء اللي قلدهم ما نحبش نتكلف، مثلا شخص قارئ بعيد على صوتي تماما ونحاول نقلده، أنا أولا نقلد اللي نحبهم واللي نحب نسمعهم واللي أقرب إلى صوتي فقط. سمعنا حاجة بصوتك الحقيقي الآن.
السؤال الصعب هذا. صح. جرب تقرا بصوتك. باك نقراها لك بكره بصح باش نعقل عليها. يعني تاثرك بالمقرئين خلاك ربما تتعدل نبرة صوتك على حسب الموضة. تقريبا هي كل القراء. جميع القراء سواء في الحرم المكي او في الجزائر او في اي كانوا يقلدون. يقال ان كل موهبة تبدا بالتقليد. اي صحفي اي يقلد يتاثر بشخص يتاثر بشخص بعدها يرسم شخصيته. يرسم شخصيته.